تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، افتتح مدير مكتب التربية والتعليم بالشمايتين عبد الله الغيلي مدرسة البنيان الأساسية في منطقة العزاعز بمحافظة تعز. ونظرا للازدحام الشديد للطلبة في المنطقة، تقدم فاعل خير ببناء مدرسة للمراحل الأساسية والتي تتكون من 9 فصول ومعمل وقاعة متعددة الأغراض وملاحق أخرى. وأشاد الغيلي بتكاتف وتعاون أبناء العزاعز في دعم سير العملية التعليمية، مؤكدا أن مكتب التربية سيقوم بدوره في تأثيث الفصول الدراسية وإرفاد المدرسة بالمعلمين وكافة الخدمات التعليمية. ندشن العام الدراسي الجديد إن شاء الله من مدرسة البيان، تفتح مدرسة البيان والتي تعتبر بصمة لا تتواجد في أي محافظة من محافظة الجمهورية، لأن الملاحظ أن الأغلب وخاصة في المناطق الشمالية إغلاق المدارس وتوقيف التعليم، إلا أننا في الشمايتين حجرية وفي منطقة العزاعز اليوم ندشن افتتاح مدرسة جديدة بإمكانيات رائعة بقدرات وبنية تحتية في مكتب التربية والتعليم. أعطينا الأخ المدير تعليمات بأي إشكاليات نستطيع أن نحلها، فلن نألو جهدا في إرسال المدرسين الموجهين في القدرات التي نستطيع عليها، سنكون عونا لهم إن شاء الله. انطلاقا من مبدأ من لم يساعد نفسه لن يساعده الآخرين، ونتيجة الظروف الحالية وازدياد عدد الطلاب والتزايد المستمر والمتصاعد في عزة العزاعز، كانت هناك لفتة كريمة من الدكتور عبد الحميد فارع العزعزي ببناء مدرسة البيان لاستيعاب العدد المتزايد في القرى المجاورة لهذه المنطقة. وبالتالي تم بناء المدرسة المتكونة من 9 فصول دراسية إضافة إلى 5 مرافق متمثلة بإدارة وغرفة مدرسات وحمامات ومعمل وقاعة متعددة الأغراض، مشروع عملاق في زمن الحرب.